إلى ذلك تتواصل العروض الدولية لإرسال المساعدات إلى أنقرة ودمشق بعد الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا وامتدت ارتداداته إلى الشمال السوري. وجاءت المساعدات على نحو مختلف بين إرسال فرق الإغاثة ومساعدات فورية للمنكوبين، كما أرسلت دول أخرى مساعدات مالية للمنظمات الإنسانية لمساعدات الناجين في مواجهة موجة البرد القارس التي تضرب المنطقة حاليا. في سباق مع الزمن ووسط ظروف جوية قاسية، تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شرق وجنوب تركيا ومناطق في شمال سوريا وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين. من كل حدب وصوب بدأت المساعدات الدولية في التدفق على تركيا وسوريا لتقديم العون والمساندة لسلطات البلدين في هذه الكارثة التي اعتبرتها تركيا زلزال القرن. المساعدات الدولية تنوعت بين خدمات الحماية المدنية والمساعدات الطبية العاجلة، فضلاً عن تقديم مساعدات مالية للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر لتوفير كل احتياجات أهالي المناطق المنكوبة لمواجهة الأزمة وأيضاً موجة البرد القارس، وفضلاً عن آلاف المباني التي تهدمت بفعل الزلزال وهزاته الارتدادية المتوالية، تأتي الظروف الجوية القاسية المتمثلة في البرودة الشديدة وتساقط الثلوج لتزيد من معاناة الجميع، سواء بالنسبة للمتضررين من الزلزال أو فرق الإنقاذ والإخلاء. الناجون المقدرة أعدادهم بالآلاف باتوا هم أيضاً أزمة مع تحديات توفير مراكز إيواء، حيث تحولت المباني التي لا تزال صامدة من قاعات رياضية ومدارس ومساجد إلى نقاط إيواء. لكن شبح تكرار الهزات الارتدادية دفع سكان المناطق المنكوبة للبقاء في العراء رغم برودة الجو، خوفاً من انهيار تلك الأبنية، وحتى من اختار الاحتماء بالخيام لم ترحمه هذه الخيام من سوء الأحوال الجوية. وتتوقع منظمة الصحة العالمية الأسوأ خلال الأيام القادمة، وتخشى أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بثماني مرات من الأرقام المعلنة أو التي تم تسجيلها حتى الآن. ويعد زلزال الاثنين الماضي أحد أكثر الزلازل فتكاً في تاريخ تركيا منذ زلزال عام 1999 الذي ضرب منطقة بحر مرمرة الشرقية المكتظة بالسكان بالقرب من اسطنبول وأسفر عن مصرع أكثر من 17,000 شخص. كارثة إنسانية صعبة من حيث فداحة أعداد الضحايا والمصابين والمتضررين، خصوصاً في مناطق الشمال السورية التي تعاني بالأساس من ظروف قاسية، كارثة استدعت تكاتف جميع دول العالم ومنظماته في صورة إيجابية عن أهمية التضامن وقت الشدة والأزمات.